دراسة كده جديدة طلعت وقالت إنه الشوبينج زي ما ليه عيوب ولكن هو ليه مميزات على صحتنا النفسية والبدنية كمان. قبل ما ندخل في الموضوع ده، يمكن فكرة الشوبينج نفسها في الوقت اللي احنا فيه ده زيادة شوية بسبب عروض بلاك فرايداي، أو زي ما الناس بتقولها الجمعة البيضاء، يعني على حسب المسمى هو إيه، ولكن بيكون في عروض طول تقريبا شهر نوفمبر على كل حاجة، على اللبس، على الميك اب، على الأجهزة، على العفش، على حتى المطاعم. كل مكان هتروح هتلاقي فيه أوفرز الفترة دي بسبب عروض بلاك فرايداي. ويمكن ده بيخلي الناس حتى لو مش محتاجة حاجة أو لو مش ناقصها حاجة، إن هي بتلاقي عرض لا يقاوم، فلازم إن هي تنزل وتشتري. عايزة أقول لكم بقى إنه زي ما فكرة الشوبينج زي ما دايماً بنقول إنه هي ليها عيوب وممكن توصل حتى لمرحلة الإدمان، إن أنا أبقى بشتري وأنا مش محتاجة الحاجة، ولكن الدراسة اللي معانا النهاردة هي بتقول إنه لا، هي ليها مميزات. اولا بتحسن الحاله المزاجيه، ويمكن ده بيفرق بشكل كبير جدا، وفعلا ناس كتير بتحس بده، اللي هو لو مجرد نزلت اتمشت في مول واشترت حاجه اتبسطت بيها، ده بيخليها مبسوطه حتى لو ما كانتش مبسوطه او كانت باد مود، يعني او مودها مش حلو، فده بيخلي حالتهم المزاجيه بتكون احسن وبيخليهم كمان يحسوا بالسعادة. ده ليه؟ لأنك بتحس في وقتها أن أنت عملت إنجاز أو حققت هدف، وده بيعلي إفراز مادة الدوبامين في الجسم. يعني طلع الموضوع بشكل علمي أنه هو فعلا في حاجة بتحصل في جسمنا ومخينا تخلينا نحس بالسعادة. من مميزاته كمان أن هو بيقلل التوتر والقلق بشكل كبير جدا. الناس اللي عندها anxiety أو بتحس طول الوقت كده أن هي مشدودة أو متنشنة، الشوبينج مفيد جدا في الحالات دي.